انا ملغم البنك كله بقنابل زي اللي فرقعت من شويه. اقسم بالله افرتك البنك باللي فيه. عمليات عمليات. ابدا الاشاره. ايوه يا فندم. مش هينفع نقطعهم دلوقتي. تاكدنا من وجود 20 رهينه بالداخل. يا ريت تبعتوا لنا خبراء مفرقعات. ما تهدى بقى يا عم صالح. يعني ياخدوهم من وسطنا كده واحنا قاعدين نتفرج؟ طب واحنا فايدنا ايه نعمله؟ معرفش. انا مش هسيبهم يتاذوا بسببي. بقول لكم يا جماعه العصابه دي شكلها خطر بجد. يعني لازم نسمع كلامهم عشان ما نخشش في مشاكل اكتر من كده. انا جات لي فكره. تعالوا. بتعملوا ايه؟ لا احنا ما بنعملش حاجه. احنا كنا بنلعب اكس او. اكس او ايه؟ والله. سيبوا الشنط عندكم. وانت يا ابني انت اهو اطلع امنوا لي الباب. يلا وسمرت. يلا يا رايق. والنجم معايا دوب. ايه دول؟ طب دول هيجوا معانا واحنا خارجين عشان البوليس. يلا هنتحرك دلوقتي. حلال. ايوه ماشي. يلا بينا يا روش. يلا يا حبيبي. وروش عاط يلا تروح فين؟ هتيجي معانا؟ تيجي معانا فين؟ احنا رايحين لعناطر. حلو ده. روش هتيجي معانا لقناطر؟ بقول لك ايه يا عم الحاج انا على اخري. ما حدش هيجي معانا. على اخرك على نصك على ربعك ولا حتى على تمنك. اوعى. مش هخرج غير وهي رجلها على رجلي. خلص الكلام. ماشي. انت يا ابني انت وهو. يلا خد الشنط وسبقوني على بره. يلا اسرع. انت يا ابني. يا ابني. يا ابني. واقف جنبها بتعمل ايه؟ يلا خد الشنطه واطلع على بره. ايوه كده. بلاقي اللي اتأدب. اخلص يلا. حامد عينك عليهم. بقولك ايه يا اكسب اكسب اكسب. انت اكسب؟ تأكد؟ ايه لا ماسك. اقلع الماسك. كمان شوية. اقلع. صالح يا كذاب يا كذاب. ودع ماما بقى. عمليات عمليات. في تبادل اطلاق نار جوه يا فندم. انتظار اوامر سيادتك. اضربوا وانت زي الشح. صالح سيب اللي في ايدك. صالح تعالى شبك لي. ابوس ايدك ابوس ايدك. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا رب؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ شليت بقيت اطرش ومشلول. صالح يا سيّع.
مش مفصل انت بتقول ايه بقى؟ انت محتاجني؟ ارجع بعويضة! ارمي سلاحك انت اهو! ارمي سلاحك ولا هفرتك للدماغ! ارمي! انت كويسه يا ماما؟ انا تمام يا حبيبي. عمرو امن على الفلوس. حاضر. زيرو! لا لا زيرو الحمد لله مات. احسن. سامي خد ماما طلعها فوق عند الرهاين وامنهم ها؟ وانا هطلع بره للبوليس واقول لهم اني سيطرت على الموقف. يلا. حاضر حاضر. تعالي يا طنط هاتي ايدك. عايز مني ايه؟ اثبت يا صالح. تعمل ايه يا سامي؟ ارمي سلاحك يا صالح وسيبه. سامي؟ انت اللي بعتهم؟ ده انا مشغل معاها عصابه في البنك بقى. سيبه يا صالح بدل ما اذيها. تأذي مين؟ بقول لك ايه؟ لو لمستها هقتلكم كلكم. انا خلاص عليا وعلى اعدائي. مفيش حاجة باقي عليها. ما تخافش يا صالح. سيبه وسيب الفلوس وأنا هسيبها لك. وأنا إيه اللي يضمن لي؟ زي ما أنت ما عندكش حاجة خايف عليها، أنا كان ما بقاش عندي حاجة خاف عليها. فعل كده يا صالح وسلم السلاح والفلوس ونخرج كلنا بهدوء من هنا. وهابي إند للجميع. محمد شنطة الفلوس دي بسرعة. حامد مش نوم بقى بابا كفاية نوم كده؟ براوة يا سامي بيه. براوة. وأنا اللي كنت فاكرك هتبيعنا. اسكتوا يا فشلة. يلا يا روش. إيه ده؟ إيه الفلوس اللي على المكتب دي؟ دي حضرتك الفلوس اللي كانت في شبابيك الصرافة اللي أنتوا أمرتونا إن إحنا ناخدهم. عاملين 62,000 جنيه بالظبط. المهم لي بسرعة في شنطة. حالا. الفكة برضو تنفع في الركنة. ها؟ منير انت بتعمل ايه يا منير؟ انا لازم اموت الكلب ده قبل ما امشي من هنا. لا يا منير لا، احنا ما اتفقناش على كده. الدم لا. امال ايه؟ يضربني واسيبه؟ انا ما حدش علم عليا. خلاص بقى يا منير، احنا خدنا فلوس مش عايزين منهم اي حاجه. يلا بقى نمشي. وافق بس بشرط واحد. ايه؟ اخد العيلين دول والقرد اللي فوق اتسلى بيه. لا مش هينفع يا منير، مش هينفع. ياخدهم معايا اخلص عليهم دلوقتي. خلاص اربطوهم. محدش يتعرض لهم، محدش يضرب نار. بقول لك ايه يا باشا، انت سيب لي عربيه الاسعاف والبوكس، وخلي بالك البنك لسه فيه رهاين، اي حركه افجر المكان باللي فيه. كله يرجع ورا، كله يرجع ورا. قدامي قدامي ورا. أشرف خليك هنا أمن المبنى لحد ما يجي خبراء المفرقعات. برضه جم ورانا؟ آه بس ما تقلقش أنا عامل حسابي. الحمد لله. براوة عليك يا ده منير، تربيتي. أنا تربيت أصلاً. الموبايل فين؟ جيب اللي ورا. طب وفيها ايه؟ ما تلف. في حاجه؟ استنى ما عادش. مش عارف. طب ايه؟ ايه؟ يخلص.
جاله حضرتك انا بشبه على حضرتك العينين دي انا شفتها قبل كده هو حضرتك كنت في مدرسه جوزيت انا بيتهيألي ان احنا كنا في نفس المدرسه مع بعض فكوني يلا عشان نلحق نشوف الفلوس اتفضل يا سيدي الرصيد خلص عملت ايه فلوسي جبت الكاميرا انا كنت عايز اصارحكم من زمان على الموضوع خلص اصل امي احتاجت رصيد فبعت لها عمل ابو شكلك دول 5 مليون مظبوط دول 5 كمان وادي كده 5 امال دي فيها ايه اللي قول لي كده يا بلدينا هي الساعه تجي لك كام دلوقتي تسأل يا ابني عن الساعة ليه من الساعة دي؟ ساعة بايظة! اه بايظة! أيوة فهمت الساعة بايظة! الساعة بايظة! الساعة اضرب! اضرب! فين التلفون؟ يحرقك ايه اللي انت شفته من الزيارة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحمد لله على السلامة يا نزيه بيه الله يسلمك يا حضرة الضابط احنا قبضنا على كل المتهمين في قضية سرقة البنك وعاوزين حضرتك ومجموعة من الرهائن تيجوا معانا القسم عشان نقفل المحضر هما الأساتذة كانوا معاكم؟ ايوه عمرو وصالح موظفين عندنا في البنك طب اتفضلوا معانا على القسم عشان نقفل المحضر اسم ايه يا حضرة الضابط؟ لا لا صالح ابني بريء دول اصلهم كانوا عايزين الفلوس على هو مين ده اللي بريء؟ هو فين ابنها؟ مش عارف حضرتك انا اول مره اشوفها ما تشغلش بالك يا حضره الضابط دي امور عائليه اتفضل معايا في الاسم بهدوء وبدون شوشره انا هفهمك كل حاجه اتفضل اتفضل يا امي انت عملتي ده كنت هتوديني في داهيه انا اللي هوديك في داهيه ولا انتوا كنتوا هتودوا نفسكم في داهيه وتضيعوا مستقبلكم خلاص ده يا حاجه الحمد لله رب العالمين ربنا عدها على خير بصراحه كده يا زقرو كتر خيرك في اللي انت عملته معايا يا ابني انا ما عملتش غير الواجب يا حاجه انت في مقام امي برضه يا نهارك اسود انت بتقارني بامك بتاعت الفجر الله انا شبه امك بتاعت الفجر دي كانت بتبيع البانجو جوه الفجر